يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل إذا فعل شخص فعلا كفريا يجب أن نسأله هل هو مكره على هذا أم لا قبل أن نحكم عليه؟ نحكم عليه إلا إذا أثبت أنه مكره، إذا أثبت هو أنه مكره. أما أن نقول اصبروا اصبروا، خلوه يشرك، خلوه يكفر، لا ما ندري عنه، خلوه حتى انتذب، هذا كلام باطل، وهذا تثبيط عن إقامة الحجة وعن دعوة إلى الله. نعم، وهذا ما قاله العلماء، هذا إنما حدث أخيرا عند المتعالمين. نعم.